تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام المروري وزيادة انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية في المملكة. أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها باشرت تنفيذ مشروع إضافة مسار للانعطاف يسارا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقاطعات الحيوية. وأضافت الوزارة أن أعمال المشروع تتضمن إضافة مسار لانعطاف جهة اليسار من شارع الرفاع إلى شارع المحرق بحيث يكون مسارين للانعطاف يسارا وتوفير جزيرة فاصلة للحركة إلى شارع المحرق للمركبات المتجهة يسارا والمركبات المتجهة شرقا على شارع الرفاع عدا عن الأعمال لتحسين الإنارة. إن المشروع سيخفف طوابير الانتظار على شارع الرفاع بنحو 45% وسيزيد من الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 12%، وبلا شك أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية على شارع الرفاع للمتجهين على شارع المحرق خصوصا في أوقات الذروة.